السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا بصحه جيده. انا اليوم راه سعيده حيت غنقاد لكم الحلوه اللي شفتوا عندي اللي جابت اختي ايلان فاش داتها. انا غنقادها اليوم وطلبوا عليها بزاف الاخوات اليوم غتقاد لكم سعيده في دارها. كاينه رابعه ديال زبده دارت هي اللذه. اللذه هي كتجي من اللذه ولا ماماتي؟ سنيده جوج كيسان، جوج كيسان سنيده، حتى غنديروا كيلو. كيلو وتخدم السنيده مع الزبده مزيان كالعاده تولي بحال الطوماط، وعاد نزيدو واحد ربعه البيضات. لا ماشي ربعه، ماشي ربعه، ما ديرهمش كلهم، غديري جوج بكلشي ليهم، وجوج غناخذو البيض ديالهم ونفندو فيه. ايوه دابا جوج غنخدمهم هكاك صينين، وجوج الصفار غنديروه هنا، والبيض غنديروه فشي زلافه، وغادي نديرو فيه الوجه ديال الحلوه. صافي دابا غادي نخوي واحد الكاس ديال العنبه ديال الزيت، بسم الله، واحد الفاني على حسب هكا نسمو بها، ولا قشور ديال الليمون ولا اللي بغيتو. هادو جوج بيضات غادي نديرهم صينين، وجوج غندير لهم غير الصفار. هذا الصفار ديال وحده، ها هو الصفار الاخر. صافي وهذا غنطرفو البيض ديال البيض، نطرفو نكملو الحلوه. شويه الماء زهر، شويه الماء زهر. صافي هادو هما المقادير البنات. قد دابا خماله وحده اللي بقات اختي، انا كندير فيها جوج، كدير جوج حتى هذا تقريبا كيلو ديال الكيلو باش كتزيع شويه وكتجي مشتة وزوينه. صافي غنديروا الدقيق وجوج خمارات، والدقيق على حسب شحال هزات ليكم. الكيلو كيبقى منه غير شويه، شويه شويه الكيلو، تاخذ دقيق حتى على حسب البيض، صغير كبير. نديروا الفرصة البنات ونغربلو، نغربلك الخمارات معاهم. صافي هي سعيده كتكور في الحلوه الحجم اللي بغيتو، صغيره كبيره متوسطه. المهم درناها حنا درناها حيت فيها جوج خمارات، يعني راه كتكبر. كديرها في البيض ديال البيض، وكتحطها في الكاوكاو، وكتخليها بلاتي عاد غنهزوها نديرها في اللاطه. كتهزها كتقعصها صافي، وكتهز تحط تجي حقا راه منظر هكا بلا ما تقبل كتجي زوينه. لا غير هو داك المذاق ديال الكونفيتير فيها كيجي زوين. هي اللي كتجي زوينه، لكن هي غير شفتو جات قياس واحد، تبارك الله شاده قياس في يدك، تبارك الله ما شاء الله عليك. تنبغيو نطيبوها وغنتقبوها، ومني غندخلها الفران باش طيب غادي يلاه يبدا يطلع مع الصهد، نعاودو نشدو ونعاودو نتقبوها، حيت ديك التقبه كتطلع مع الصهد كتسد، حنا باش ما تسدش نعاودو لها واحده اخرى. مي سعيده كضربها شويه بيدها باش تهبط ما تجي نقيط، تقبيها شويه حيت تعاود طلع، كتهبط على غير شويه بصبعها وديرها طيب، ومني ديرها طيب تبان ليها ثاني بدات كطلع تعاود ثاني تقبها. ما ديروش يدكم لا تحرقوا، ديروا هكا ديك الجراره اللور ديال الجراره ولا شي حاجه. ها هي كلهم يخدموا، لا صباعك كلهم كيخدموا. من بعد ما قادينا يا البنات الحليوه، ها هي كما كتشوفوا كتجي فنه، وكيجي مذاقها زوين بزاف، كتجي مقرمله وفي نفس الوقت رطبه، يعني بحال البسكويت تماما. غادي نصايب ريشبوند، وغنصايبها بجوج بالكاكاو وعاديه. ممكن ريشبوند هذاك النهار درتها معاكم وما فهمتش انا، راني زعما حطيتها بالتفصيل، قالوا لي راه زدتي في المقادير. انا غنديرها معاكم دابا دغيا. حتى هي عندي هنا ربعه الزبده في كاس تاع السنيده، في كاس تاع السنيده الفاني، المهم نسمو باش ما بغيتو بالفاني، ولا بغيتو تنسمو بقشور الليمون ولا قشور الحامض، كيبقى زعما الذوق ديالكم. غادي ندير واحد الفاني وحده، ونخدمها غير في العجانه. واحد الاخت كانت كتبات لي انها دارت هاد الحلوه وطلقات لها الزيت. بالنسبه لي انا راه كما كنقول لكم ماشي حلاويه، غير كنخدم هاد الحلوه ديما كالدراري كتعجبهم، وكتجيني فن بشهاده اللي كلاها كيقول لي راه فن كتجي. خدموا هاد المكونات بمراحل هكا بالتتابع. في الاول كندير الزبده والزيت، كندير الزبده وسنيده كنخدمهم مزيان مزيان، والفاني وشويه الملحه. من بعد كنزيد عليهم الزيت، كنخدم الزيت معهم، البيض هو الاخر، كندير ربعه البيضات، عاد كندلوح في الطحين بشويه 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 بشويه. كثرنا الطحين كتولي حنا كنكورو خارجين الزيت من هنا. هذه هادشي اللي كندير انا، وكتجيني زوينه. وانا كندير زبده العبار، هاد الحلوه كنبغيها بزبده ديال الحبار. الاخرى دارتها سعيده بالزبده العاديه، قالت لك انا ما تنخدمش بالحبار، عمري درتها بالحمار، ما عرفتش كيفاش كتجي. نزيد واحد الكاس تاع الزيت على هاد الزبده، كاس تاع الزيت وشويه الملح نسيتها. كيخلط الزبده والزبده
والزيت سنيده. انا غنبدا نلوح بالبيضه بالبيضه وهي كدور. صافي غادي ندير تقريبا هنا واحد 7 الكيسان ولا 6.5 وغنغربلهم وغادي ندور. غادي نخلط بقى ما درتش خمارة، الا خاص طحين نزيد طحين. درت تقريبا انا 6.5 واحد الخمارة ها هي حتى هي خصني نغربلها. تقريبا درت واحد 8 غرام. الكاس الاخر ما عامرش لاروب، ما خليتهاش قاصحه بزاف حيت هادي باغا نزيد لها الكاكاو. الاخرى الا خاص الطحين غنزيدو لها باش تعطيني واحد النضر زوين في الطبسيل هكا، وحده كحله وحده بيضه. شفتو كرجعات، وهذه غنزيد لها واحد المعلقه ديال الطحين. ما كنتوش غادي تديروا هكا جوج تلوينات في الاول، ديروا واحد 800 غرام. صافي هز وحده صافي. يلا هادشي هادو راه الحلو، غير ما تخدمش معاهم. فين المحروقه؟ فين المحروقه؟ محروقه ما كاينش كاع حس المحروقه تما. تبارك الله على سعيده طيبه سفنا. واش تسخر ليا انا كورت يا البنات هادو، شاط ليا تما فين غندير واحد 3 بيضين. غادي نديرهم على حساب باش منين نعرف واش طابت ولا لا. فران سخون ونقصو عليها باش طيب من الداخل. سوا كنكورها ونبسطها شويه. انا يا البنات حمرتها واحد التحميره ديال المعقول، هي ما خصهاش تجي هكا، خصها تجي هكا كما ديما ندير. عيطت ليا سعيده قالت لي جيت طلي من الشرجمان راكاسه في الجرده، مشيت نطلع ندير لها في باي باي. جيت نطوق قلت لها هو الفران خصك ما تسهيش عليه. صافي ماشي مشكل، نخليها تبرد شويه، نبدا الريحه تفندها لي، دير عليا في الكونفيتير ودوزها ليا في الكوك. انا وياها هذاك النهار هي كدير في الكوك، هي كنتي الكوك على الكوك نتاعك انا هي الكونفيتير. صافي وحنا حيدنا عينه دات غير شويه كيلو كيخرج لاطاس. صباح الخير البنات، صباح الخير والرباح. المهم اليوم الغد الاخر مابقيتش كملت معكم لي شبونط، كملتها في الليل، درتها في الكونفيتير ودرتها في الكوك. انا ريحانه بطبيعه الحال. ودابا انا غدي ستوريجي للدراري، غديت لهم شويه سلاوي مع شويه بطاطا، وغادي ندير واحد الكيكه في داك المول المربع الكبير. المهم الكيكه غادي نقادها دابا حيت خصني نعمر دوك الحفيرات اللي كيكونوا فيها داكشي علاش. المهم الكيكه شنو فيها؟ الكيكه فيها 5 البيضات حيت المول كبير بزاف، فيها 5 البيضات، فيها كاس الياغورت، فيها كاس الحليب، فيها فاني، فيها 2 خمارات، وفيها كاس تاع الزيت وكاس ونص ديال سنيده. هادشي اللي فيها. انا غادي نوجد سنيده ونمشي. ها هو كاس، شوف البيض ودانون والحليب كلشي دافئ، يعني من قبيله هما خارجين ماشي كانوا في الثلاجه. هاد الفاني شوف الملح، غادي نخدم هاد البيض والسنيده مزيان 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 حتى يولي خليط ابيض، اولا ممكن ديروه في مولينيكس حتى هو كتجي كيكه ديالتو فن. غادي نزيد كاس تاع الزيت، واحد الكاس ديال الياغورت، انا ما عنديش الفاني ديال البنين. غادي ندير واحد كاس الحليب، راه كتجي كبيره، ممكن ديروها في اي مول عندكم كبير، كتجي بحال الكيكه ديال المحلابه كتجي فنه. انا غادي ندير كاس الطحين هنايا ونخلط بهذا الميكسور وغنحيد وغنكمل بالطراب اليدوي. لكن ديروا الطحين هنا كاس وكم عاد كملوا بيدكم، كيجي زوين كيعطي نتيجه احسن. واحد هذا الثاني، هذا اللي وراني درته، ثلاثة نشوفوا الرابع اللي هي 400 غرام. مازال خاصني شويه غنزيد واحد نص. صافي انا غنكمل ارجع معاكم غندير البنات 2 خمارات اللي غندير. صافي يا البنات غادي نكب. بسم الله شتو راه حيت المول كبير هذاك الخليط واخا كثير كيبان لكم هنا بحال قليل،
راه هو هذاك، يلاه غيجي هو هذاك. غندخلها طيب في الفران، انا غنديرها في فران بارد تقريبا واحد 45 دقيقه على 170 درجه. غادي ناخذ كاس ونص البنات، ماشي حتى كاس ونص، كاس وربع ها هو. وغادي نزيد عليها واحد المعلقه ديال النشا كبيره، ماشي نشا، لا كريم باتيسيير البنات، والسكر على حسب الذوق. وغادي نردو فوق البوطه تيتقال، ملي غيتقال غنزيد لي واحد دانوت الكراميل وصغيور، واحد شويه الكراميل، داك نيسلي كراميل تاهو غنزيدو ليه. هنا غادي نزيد واحد دوينين صغير ديال الكراميل، وهاد الاضافه ديال نيسلي ماشي ضروريه، ها حيت انا عندي في الدار وصافي، ما مكانش بلاش صافي. نخلط مزيان ونعمر دوك الحفيرات صافي. غنبدا نعمر وحده ايه وحده لا، حيت الاخرى غنديرها بالشوكولا، وحده شوكولا وحده كراميل وحده شوكولا، وغندير العكس تاعي. هادشي اللي بقى غنعمرو بالشوكولا، وبيني وبينكم البنات غادي نخلي هادي نيت لي عندي، المهم انا حيت شاط لي هادي غتبقى تضيع، غادي نزيد عليها الشوكولا ونعمر بها صافي. اللي غنزيدها نيت هنا ليش ايوا شفتو البنات اقتصاد. ها هي يا البنات، المهم درت لها غير الشكلاط هكا ديتو وجتو الوليدات الصغار كيبغيو الشكلاط، تو كبار حدا البغرير ها هو. وهذه الحلوه ها هي صافي. تقريبا الحرشه باقا ما درتهاش، والمسمن غنسخن الله يجعل شي بركه صافي. غادي ناخذ هاد الكيسه نمسحهم فيهم شويه الغبره هكا حيت كانوا في الصالون، نحيد دوك التعارج اللي هي شوفو. هذيك وحده ديال بنت اختي غنعطيها لها، وحده ديال بنت اختي مسكينه في طاليا انا مشات خزنها ليها. ايوا صافي وضرفت هذه الشط، درت الزربيه ها هي، كنت قلت لكم داك النهار كتصبنتها حيت الاخرى توسخت ودرت هذه. ايوا صافي وسالينا الشقا والله الا سالينا، ها النظام وكل شيء صافي. يا البنات ضيفاني جاو، امي راه هي الحمرات مسكينه اتاي الله الا بقيتي نعاود لها على تعليقكم، مسكينه الى عينيها دمها، قالت لي الله الله على بنياتي. المهم الى عمرتنا اتاي وغنحط الكوتين، غنشد لكم واحد الطويب، نشد لكم واحد الشده من الفوق على الطويب لا عادي وصافي، ماشي تكاليف كثيره البنات. ربيت الحريره يا البنات، شوف شحال ديال الكياس خلاتها امي، ديك امي الكياس هي جات امي، كنت تقول لي جيبي عندك الوالده، هي جات خويا اللي جابها مشى هو مرتو، بقات هي وحنان وبعدو كتحسبي انت غترجع، وتصوروا نتوما نوريكم واش جابت كالعاده، كانت كتجي عندي اللحم من مراكش، دابا تصوروا حنا بيناتنا طوبيس ولا طاكسي، ربي امي اللي كيجيب اللحم. لا ما نجيبو الحيوان، قلت انا ما بغيتش نجيب الدجاج، انا جبت لك اللحم زعما ما تجيبي لنا تماره ديال الدجاج، قالت لي واش ديه، قالت لي وقسميه راه كثير، قالت لي قسميه نحدو باقي هكا، قالت لي قسميهم راه شي شويه يتبدل لي لونهم. وشوفوا هاد العجبه البنات، تجيبي اللحم في لون من يجي الدار يولي لونه مي، الا بقى في الثلاجه كيتبدل ليه كيتبدل لون، خاصو يتلح فريد. دابا نحيد الكسكسو نديروه الجمعه ان شاء الله، ولي بقى نخلي طاجين حتى ان شاء الله. حنا خارجين غندي امي تغدى برا، وعندي واحد القهوه زوينه في عين السبع، انا غنشارك اكلنا مشينا لها البنات، اختي الهام كتعيط من طاليا ندي امي القهوه، نمشيو ان شاء الله القهوه في الصباح نفطروا نمشيو ليها، ونتا تغدى لواحد مول الحوت، كاين جبل الحوت ديالو كتاكلها شويه، المهم غير تخرج وصافي شويتاتو بركه المهم غير تخرجي لسان عيب الدلف غير غتخرجي حنا بقى هاد العطله كلها ما هي ما خرجتش، كانوا وليداتها بجوج مرضوا بكورونا، وهي بقات مع زكا شحال دعاو معاك يا ربي ام حليمه ما تعاداش. لا والله ما تعادي، شحال دعاو معاك يا امي وحق الله، والله بنيتي ما تعادي تعاداتش البنات، دايره جوج كمايم وندخل ليه ماكلتو وغيا ويا مسكينه، نصب ليه فراش ونصب ليه حوايجو نصب الجوات على المخده نغبو عليه يومين ونبدل
الزوجه ديال المخده وداك والمانطه والمانطه وليزار نغبوا عليهم يومين ونهار ثلاث ايام مصبنهم. مسكينه داكشي اللي عطاها الله. المهم قابلاتو لا قابلتو ما تسمحش في ولدي. وانا قلت لها جي انت ولدك عندي والله حتى قلت لها جي نعطيه بيت اللي فين نجيب لك الماء غنعطيها لا كنت غنعطيها امي بيتي نعس فيه تتبقي معانا داكشي طيب لا ندخلوا ليه منك وخيبني انت هو راه غيكون معانا غدا حتى هو بغى يجي ان شاء الله. السلام عليكم الدريات كي دايرين بنيتي لاباس عليكم بخير ياك لاباس عليكم كيف دايرين وليداتكم الوالدين ما يعز عليكم والله يحفظكم ابنيتي والله يجعل صدر ربي ينوركم امين ويعطيكم السر اللي ما يبلى ولا يخسر امين يا ربي انا بنيتي انا بغيتها كانت في الارض طلع ليكم كانت في السماء تنزل ليكم يا رب امين هادشي ما نطلب ليكم ابنيتي والله يرضي عليكم داعيتو معايا الله يجعل صدر بزاف يا امي شي 600 لما عاد 700 كوم ونطير الله يحفظكم بنتي الله يرحمها والله يا البنات اللي بغيت نجاوبكم كلكم جاوني كثير وقريت عليها قريت عليها قريت عليها وفي التليفون ماشي دابا ودابا والله الا غادي نكملها القرايه غنمشي نجلس ونكملها القرايه ديال لي كومونتير ولا اللي خطيكم عليا امين يا ربي امين هذا غنحيدوها من الكسكس اييه ديري الكسكس حتى حنايا هذا الطاجين ايوه زيدي عليه الحيمه نزيد الكسكس هنا ايوا راه خلي ليكم دبروا روسكم انتوا اللي باغي تاكلوا بغي نسقي بغي نسقي زكريا زكريا الا كان ما كانش خدام ديري طبيسي لهم لا مالو الا ما كانش خدام صيفطوا لي يجي طارق يدي ديالو ديال زكريا نصايبه البنات الحسوه نديروا جوج مغير فاتها ما ديري جوج هانتوما هذا راه الديك ديال الشعير هانتوما ماشي البلبوله ولا الديك ديال الشعير صافي هادي مزليفه ولا جوج العشا ودرت الحليب درت الماء سخون وهنا نحرك هنا عاد رمي تما حيت قالت لي امي كتكور ياك تكور غتمحنكم اللهم بحال كتخلطي بميها وملي ندير بميها بارده هنايا باش ما تكورش حتى تولي عندي هكا مطلقه والاخر الماء الاخر يطلع يطبخ يغلى وتسيد يغلى ناري ماما شحال ديال الماء غديري اكبي صافي هاي درتي كيف درتي كيف غير باش نحرك فيه هادي وغيطيف هذا غيطيف هذا انا شي تحرك في البيت امي كتعاود لنا على الحبيبه امي تفرجت فيها وكتعاود لنا بقات فيا بقات فيها المراه مسكينه ما تفرجتش ليا في التلفازه ماشي خاصه خاصه هي البارابول غلات البنات كما تشوفوا وغنخوي عليها هذيك الحسو هذاك الشعير اللي خلطت مع امي هذا ونخليها طيب شويه غنزيد ليه شويه زيت العود ندير لك الزعتر بغيتي ندير شويه لا لا عشوه ندير عشوه ندير لها شويه غير نسم لها حتى نسيو طالع عنيت ايوا تكملي عليه ندير لك حبيبه ديال الحلبه اييه احسن من هذا كاع يلا انت عارف زوينه زوينه هاي لنا لحتى لحت على الراح هيا ديها امي شويه الحلبه اكل له ديها زوينه انا كتعجب انا كتعجب خالتو عليك كانت نديها والله ما كاينش قد اصلا والله الا حداك نعطيه وما عطاش نو قال لي قلت لي مزوين قلت لك ديالي ديالي ندير لك شويه الملح شويه صافي عطيه الملح ندير لك شويه دابا هي حبرشات داكشي مع سخون ما كون درتو ليها عرفت صافي نزيد لها شويه زيت العود هي الشربيه البنات ديال الشعير اللي كنتو قلتوا لي واحد المره غنزيد لها زيت العود باقي ما درت لها زيت العود انا راه ما بغات كاع الحرير قالت لك ما ديريهاش شبعاني تديرها الحم قالك شي بنت حمولات ما عرفت اختي فين ما جات تقول لي الحريره باللحم انا الحريره باللحم كيجيني كي المصلوق ما كيعجبنيش الحم كتجي زوينه وشنو نديري فيها كراسه ديال الدجاج والله ما نديرهم كنضحك ويلا تجي حيد بالدجاج صاحبي لا لا اصلا ما كنبغيش ما كنبغي حتى حاجه كنبغيها هكا عندكم البنات جات زوينه ضاقتها امي قالت لي فنه زعما زويناتها صافي غنعطيهم دابا يشربوا الحريره هنايا كانت فالحه وكنحسن هادي راه غادي ننشد عليها الكاميرا على وجهها وتسكت يلا البنات المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم يلا البنات غادي نقول لكم السلام عليكم وخليت لكم الراحه نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله السلام عليكم.